السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة وين كونكر. اهلا وسهلا بكم في شرح ايفنت لك بريك ماجيك بوت. اولا هنشوف الشرح من الموقع. اولا من يوم 10 ابريل لحد يوم 24 الجوائز الكبيرة اللي هتجيلك وانت وحظك. ستون بلس 5، راديانت ستار ستون اللي بتديك 1000 بوينت في البرفكشن، نوليدج بيل اللي هي بتجيب لك ايبك في الاتشينج، الايتم داش انرجي وبوت ريفريش كارد. تقدر تجمع من الوحوش او تقدر تستخدم او تقدر تجمع من التشي توكن. على ما اعتقد ان انت اول ما تستخدم التشي توكن السبب تاخد 50 واحده من داش انرجي اي سينك، يعني عشان انا لسه مجربها واخد فعلا بتاع 50 واحده. فين هي؟ اهو تمام. نشوف بعد كده. ماجيك بوت بتقول لك روح لدراجون كينج روجر اللي موجود في التمبل ومش عارف ايه. ليك هنا بقى 9 صناديق تقدر تفتح 3 ل 9 وانت وحظك. طبعا زي ما بقول لك كل يوم ليك من 3 ل 9 صناديق ممكن تفتحهم انت وبحظك، يعني تمام انت وحظك. بيقول لك بعد كده لو انت عايز تكسر صناديق كتيرة لازم تستخدم اللي هو انرجي داش انرجي تمام. اولا هنا في نظام توبات، التوب الاول للتشي والتوب الثاني للراندوم يولو رونز اللي هو نظام الرونز الاصفر للسكيلات بتاعتك الجديدة اللي هي زي بوسكلر ونو ميرسي والكلام ده كله. طيب اولا نخش ازاي؟ نخش من الدوامة دي كده. بيقول لك اهو متخش your first time to break boots every day كوستس نو انرجي، بيقول لك ان هو مش هتكلفك اي انرجي طاقه خالص. بيقول لك انت تستخدم من 3 ل 9 صناديق بالحظ تمام. اولا اهو هتلاقي مكتوب عليها الصناديق سي بي بو سي بي باوند بوت. هنجرب كده مثلا الصندوق ده، جالنا ايه يا ترى؟ اختفت الصناديق ده بتاعت الجاينج. جاني 100 سبيس، 10 سبيس، 30، 50، 40. حلو الكلام ده كله. ممكن نجيلك اكتر على فكرة. ده الجاينج بوت دلوقتي بيقول لك مطلوب منك انك تستخدم ايه افلاش انرجي بريك بوت تمام. لازم بقى نروح هنا عشان نستخدم البريك بوت اهو تمام. اوتو تشارج اللي انت عايز تضرب على طول تلقائي، بس احنا نستخدم بريك بوت. يو ار فور انرجي جو تشوز تمام كده. احنا فول انرجي نختار هنا بقى كده اضربها. جت واحدة من دي نستخدم تاني. ريفريش ذا بوتس، طبعا احنا نغير البوتس احسن. ده الستون اهو، الستونات بتجي لك 2 3 4 5 والكلام ده كله. نستخدم ستارت بريكنج بوت داش اوكي اهو. جت الستون بلس 1، لازم نروح نكلم تاني عشان الستارتنج بوت. انا بالنسبه لي هغيره للاس بي اس ده البرفكشن. بليز ويت 3 سكند دو ريفريش اجين، لازم استنى 3 ثواني. نجرب ده بقى. هو كله خلطه على خلطه كده زي ما انت شايف. تريجر ممكن تجي لك، ستونات ممكن تجي لك، برفكشن ممكن تجي لك اي حاجه. نجرب كده. جات لي ال 30 تشيباك مش عايزها. ممكن تبدل اهو شنط اس بي اس. جبنا كده شنطة السباس. ستارت بريكنج بوت 3 اهو ادي. افضل جمع اهو، جالي كده 110 سباس. ستارت بريكنج بوت تاني بالمرة دي بستخدم 6. انا ربيض ادي 40 سباس بوينت باوند عفوا. ستارت 9 المرة دي 20 كده. انا جبت العشرة والاربعين والعشرين كده، فضل لي كده استخدم 12 واحدة كده، فضل لي 40 سي بي تمام مرتين اهي. حلو خالص. يبقى الموضوع احنا قاعد نجرب هنا لوك بريك. بوتس بروكن 27 واحدة وانا اللوكي انت وحظك. طيب الموضوع بيتطلب منك ان انت تقدر تقدر
انك تجمع من الوحوش اللي هو داش انرجي عشان تقدر تاخد الجايز. طيب بيقول لك ايه هنا درنا اما مور اباوت الكلام ده كله تريجر الموجود استونات راديانت شي سبيس ماتيريالز فور تشينج يور تريننج والمزيد. تمام هاو تو بريك بوت، طبعا احنا زي ما عرفناها ازاي بنقدر نحن نزود او نقدر ازاي نضرب الصناديق. تمام يبقى احنا عرفنا في الاول اول ما دخلنا قلنا بنضرب الصناديق تلقائيه من 3 ل 9 صناديق، ممكن تدوس واحده تجيلك التسعة كلهم مره واحده، ممكن تدوس واحده تجيلك 5، ممكن تجيلك 3، ممكن تجيلك 2. الموضوع كله ان انت تجمع داش انرجي او انك تعمل مهمات تاني من الاول تعيدها بتاعت الدايلي عشان تقدر تجيب 50 تاني وتقرب من السي بي اس باوند بوت. تمام كده شباب، يا ريت الشرح يكون عجبكم ان شاء الله، واسف لو على التاخير بتاع الايفنتات بس هي ظروف حاليا والله معايا في شغلي. كان معكم يا اب محمد من قناه وين كونكر، الى اللقاء في مزيد من الشرحات القادمه ان شاء الله.